بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهور المهرجانات في الدول العربية والإسلامية وكونها تكثر في الصيف وحج الملايين، استغفر الله يا ربي، مئات الآلاف، استغفر الله يا ربي، عشرة الآلاف، وإذا جمعتها كانت الملايين في الصيف التي تحج في العالم الإسلامي إلى مثل هذه المهرجانات، هو دليل على أن الشعب لا بد له من أن يتلقى بإذن الله تبارك وتعالى ما يحصنه ضد هذا الأمر، خاصة وأن المهرجانات ما يقع فيها يندى له الجبين. فالعلماء مدعوون للدعوة إلى الله وتبصير الناس بهذه الحقائق في دينهم، لأن الغفلة عنها قد تؤدي إلى خسارة الدنيا، حينما تجلبك بهرجة الدنيا إلى مثل هذا الترف. أولم يهلك الله الأمم السابقة لكثرة ظهور هذه المهرجانات التي تشغل الأمة عن أولوياتها؟ سياسة إلهاء الشعوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن فالأمر جد، وينبه أولا إلى أن مسألة الدعوة إلى الله تحتاج إلى من يوقدها حتى تكون بإذن الله حاضرة، خاصة عندما تكثر هذا، فلا يواجه المنكر إلا بدعوة صادقة متبصرة. هذه مسألة مهمة. أما إذا كانت هذه المسألة عياذا بالله تجاوزت هذه الدول العربية والإسلامية لكي تشهد أيضا انطلاقتها بشكل غريب خطير قوي كالتيار الجارف في أرض الحرمين، وما كان الإنسان أبدا يعتقد أن تصل أرض الإسلام ومهد الرسالة إلى ما وصلت إليه، فبعد أن تم زج الكثير من العلماء الذين يمكنون أن يصدعوا بالحق في السجون إلا وأعطيت الكلمة والحرية وتمام الحرية لما يسمى بهيئة الترفيه في أرض الحرمين، لكي تنطلق بهذه السرعة في قلب موازين الأخلاق والتماسك والعقيدة في أرض الجزيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أن أرض الجزيرة هي مهد الإسلام، وينبغي أن تبقى خالصة للإسلام. إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، ورجس لا بد بإذن الله أن يواجه بطهارة العقيدة وطهارة السلوك في أرض طاهرة شهدت نزول الوحي. والمسلمون كلهم معنيون بهذا الأمر، وأن ما يقع في الجزيرة هو عينه ما يقع في الدول العربية الإسلامية، لكن وقعه على الأمة يكون أعظم وأكبر، بحيث يجعل المسلم يخاف على دينه وعلى عقيدته وعلى هذه الفتن التي تظهر بعد ذلك. هذا الأمر لا ينبغي أن يترك الناس، وخاصة العلماء من غير جزيرة العرب من أهل السنة، لا ينبغي أبدا أن يظلوا صامتين، فعليهم أن يتكلموا. فأرض الجزيرة وبيت الله الحرام أول بيت وضع للناس وقبلة المسلمين، وما يقع فيها هو إنذار ونذارة شؤم بالنسبة للمسلمين جميعا، وعلى علماء المسلمين قادة الفكر والرأي والدين فيها أن تكون لهم الكلمة. ولذلك فإن حديث العلماء عما يقع هنالك مستنكرين ذلك ناصحين جميع ولاة الأمر إلى أن يتقوا الله تعالى في دينهم، وأن يتقوا الله في تلك الأرض التي استأمن النبي والله من قبل المسلمين عليها، حتى لا تتسرب إليها عياذا بالله كل الانحرافات العقدية والسلوكية. فهو أمر يهم المسلمين جميعا وبالدرجة الأولى علماء الأمة. هذا البيان لعلماء أهل السنة في هذه يعني ربما هذه السنة أو التي سبقت، المهم لا يهم التاريخ، ولكن يجدر بإذن الله تبارك وتعالى أن نقرأه
حتى نستلهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن الأمة على مستوى أهل السنة وعلى مستوى علمائها أبدا لن يفرطوا في تقديم النصيحة ودق ناقوس الخطر لما تتعرض له الأمة، لأن ظهور ذلك في أرض الحرمين هو أمر شاق على قلوب المسلمين، لأننا كنا ولا زلنا نأمل أن تبقى تلك الأرض قاعدة تنطلق منها الدعوة إلى كل الأراضين. فلنقرأ إن شاء الله بيان علماء السنة لما يقع في أرض الحرمين. ما لا يهم التاريخ إن شاء الله تبارك وتعالى، 2021 2022 2023، المهم هذا أمر لا بد التذكير به خاصة في مثل هذه الظروف. مؤسسات علمائية تستنكر ما يحدث من منكرات في بلاد الحرمين. أيوة، أصدرت مجموعة من المؤسسات العلمائية بيانا يستنكرون في المنكرات الحادثة في بلاد الحرمين، ويدعمون في ذلك الوقت الذي كان الداعي عماد المبيض خرج من تلك الأرض، والذي قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة مهذبة لأهل الشأن، إلا أنه قوبل بحملة من التشويه والتخوين. لا إله إلا الله. بعد أن أكد البيان أهمية وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أشار إلى أن ما يحدث في بلاد الحرمين من منكرات وتغيير القناعات هو طمس للعقيدة الإسلامية الصحيحة، وتغريب للجيل الجديد، وإفساد للشباب، وتخريب للمجتمع، بما في ذلك ما حدث من تكفير وتفسيق للشيخ عماد المبيض من قبل الذباب الإلكتروني الحكومي ومن الفرقة الجامية. يجب أن تعلموا، نعطيكم بعض المسائل، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذاك اللي كيسميوه مهرجان الهلوين أقيم هناك، مهرجانات الرقص أمام المساجد أصواتها تشوش على المصلين، مكبرات الصوت للمساجد قرار بتخفيض صوتها، حتى تصميم خاتم النبوة أعطي لأحد الراقصات، استدعاء لكل فاسق فاجر يصادم الفطرة، إنفاق الملايير من أموال الأمة لرفع هؤلاء. كيف يمكن للأمة أن تسكت على مثل هذا؟ والعلماء لابد أن يناصحوا ولاة الأمر. هذا مما أخذ الله الميثاق على النبيين، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيت، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبدلن ولا تكتمون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وبينوا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكننا حصر ذلك، الأمر خطير، الأمر جد. كما رصد البيان محاولة السلطة تحريف تفسير الآيات ولي أعناق النصوص لمنع العلماء من الجار بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن النصيحة لأولي الأمر يجب أن تكون سرية رغم أن المنكر معلن وغير سري. كيف أن يكون المنكر معلن وتطلب من العالم أن يعطي نصيحة سرية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا تحجير لواجب العلماء في القيام بدورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول؟ قال: لله، لكتابه، لرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا زال علماء الأمة عبر التاريخ يجهرون بالحق حتى يردوا السلطان إلى اتقاء إلى أن يتقي الله في الأمة. فإن ضرر هذا الفجور إذا كان وعياذا بالله مؤطر من قبل الجهات الرسمية وممول من قبلها ومدعوم من قبلها وسكوت ما يسمى بهيئة كبار علماء المسلمين، هذا أمر خطير جدا لا يبشر بالخير. ونبه البيان إلى أن ولوغ العوام وأشبام في أعراض العلماء والدعاة وخوضهم فيما لا يحسنون موذن باختلال الأحوال، إذ هو من أشراط الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا ويعمرنا ويخبرنا ويحذرنا أن من أشراط الساعة فشو الجهل ورفع العلم. لا يرفعه الله ينتزع من صدر العلماء، ولكن يرفعه بموت العلماء أو بسجن العلماء كما ترون.
لا حول ولا قوة. ثم دعا البيان أهل العلم أن يقوموا بواجبهم نحو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أن تفشي المنكرات من أسباب الهلاك والزوال والخذلان، وأن يقفوا وقفة جادة للتصدي لمن يشيطن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ويجرمهم لقيامهم بحق الله في هذه الفريضة. ثم يعني كتب هنا البيان طويل عريض. نحن الذي يهمنا من هذا كله، أولا العلماء وظيفتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم كله، فعليهم أن يحيوا الفريضة وأن يتكتلوا في كل العالم الإسلامي. المهرجانات التي تنفق الأموال، هذا الحج لمئات الآلاف بهذه الطريقة، واحتكاك النساء والرجال على الشواطئ وإنفاق المال العام، هذا ينبغي أن يبلغ، وعلى العلماء أن يقولوا هذه الكلمة، أن يتقوا الله تعالى في الكليات الخمس: دين ينبغي أن يحفظ، عقل ينبغي أن يصان، عرض ينبغي أن يصان ويحفظ. لا حول ولا قوة إلا بالله. مال ينبغي أن يصان ولا يضيع. الدين والنفس ينبغي أن تحفظ، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. لا ينبغي لكلية الإسلام أن تتناول وتنهج والعلماء ساكتون. ينبغي أن يكون بيان في كل هذا الذي يقع. أنا حينما أرى ذلك أخشى أن ينزل عقاب الله: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو ليوشكن أن ينزل عليكم عقابا من عنده ثم يدعو صلحاؤكم ولا يستجاب لهم، تغلق في وجوهكم أبواب الاستجابة. فالأمر جد، هذه الأولى، هذه وظيفة العلماء. الثانية، ينبغي للأمة أن تنصت لعلمائها، وأنا أرى أن هنالك فجوة كبيرة بين العلماء وبين هؤلاء، ليس هنالك احتكاك ولا تواصل، وإنما وسائل التواصل إنما يشغلها التافهون، وأن أغلب المسلمين متعلقين بوسائل التواصل، لكن العلماء أخلوا الساحة، فوجب عليهم أن يملأوا هذه الوسيلة ويستثمروها في أن يتواصلوا مع الناس ويذكرونهم بالله في هذا الزمان الأغبر الذي أصبح الدين فيه غريبا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثانية. الثالثة، عليهم بإذن الله يتكتلوا. تكتل العلماء واجب، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، لأن أهل الباطل قد تكتلوا، فلماذا لا يتكتل أهل الحق؟ أنا حينما ألاحظ الساحة الفكرية العلمية، هذا يرد على هذا، وشعب الله القضية تعني هي قضية الإمام النووي، أشعل وسائل التواصل حول النووي رضي الله عنه، في الأمة من يشكك في الإمام النووي وفي أنه من أهل السنة والجماعة، ولحاهم طويلة كأن هنالك من يستخدمهم لإشغال الناس، فبدل أن يجتمعوا على تغيير المنكرات، وأن أعداء الله تعالى قد خططوا لهذه الأمة لضرب عقيدتها واستئصالها وتفريقها، وهم من يجب أن يتصدى لهذه المشكلة التي نعيشها، فإذا بهم يضرب بعضهم البعض كأنهم يقومون عياذا بالله بإشغال المسلمين من جهتهم، حتى يتسنى إفراغ الساحة لعدل الله للاستمرار في سحق هذا الدين وقطع صلة الأمة به. إذن علم الاجتماع. رابعا، أن يقوم بإذن الله تبارك وتعالى تفعيل المؤسسات التي تحمل على عاتقها تشكيل العقلية الإسلامية وتعليمها: المساجد، الجمعيات، وسائل التواصل، الإعلام، ما عندناش إعلام، التربية، التعليم. إن الأمر جد. أخيرا وليس آخرا، أقرأ عليكم بإذن الله تبارك وتعالى هذه المؤسسات التي اجتمعت لتغيير هذا المنكر في هذا البيان التاريخي. حرر في 14 من شعبان سنة 1444 للهجرة، موافق 6 مارس 2023 للميلاد. معليش، لأن ماشي هي القضية، القضية هي أن الأمر باقي. المؤسسات الموقعة، أولا منتدى العلماء
الله أكبر. ثانيا رابطة علماء أهل السنة، الله أكبر. ثالثا هيئة علماء المسلمين، الله أكبر. رابعا مجمع الخلفاء الراشدين. خامسا العلماء الموقعون، الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي أمين عام منتدى العلماء. ثانيا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العويسي. ثالثا الأستاذ الدكتور محمد حافظ شريدة. رابعا عبد الحي يوسف عميد أكاديمية أنصار النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا أسعد أبو شريعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لو أنني إن شاء الله تبارك وتعالى وجدت كل العلماء لقلت، لأن اللائحة طويلة، لكن هذا نموذج لهؤلاء الجمعيات تاع العلماء وديال العلماء يعني بصفة فردية، والدعاة إلى الله تبارك وتعالى هي طويلة جدا جدا. فجزى الله خيرا هؤلاء العلماء وهذه الجمعيات، وإننا نساندهم ونقول لهم هكذا فليكن العلماء مجتمعون يقظون حريصون على أن يظلوا في ثغرة عظيمة لا يملأها إلا العلماء، حراس العقيدة، الدعوة إلى الفضيلة، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة، تطهير الأرض خاصة أرض المسلمين، خاصة أرض الجزيرة التي أرادها النبي موطنا للإسلام فقط وليس غير الإسلام، أن يظلوا حريصين حتى لا يصيبنا عقاب من الله. جزى الله العلماء الصادعين بالحق. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وقال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وهي أشد على الأمة من فتنة الدجال. إمام عالم عليم باللسان يجادل بالقرآن. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.